بلدية معانا على طريق العقبة يبعد عن مدينة معان حوالي 8 كيلومتر، وهو وقع على خط دولي بين معان والعقبة، وهذا المسلخ بعيد علينا كوننا احنا داخل المدينة وسياراتنا يعني ياباني، والبلدية كان إن مسلخ قديم من سنين 40ات وقامت بردمه لهذا المسلخ وتكاليف علينا يعني البنزين وسيارات والوضع الاقتصادي في البلد كمان. واحنا الحين بنذبح في محلنا وبنطلب من عطوفة بلدية معان، عطوفة رئيس بلدية معان، انه يبني لنا مسلخ عند المدينة الحرفية، يعني اقرب حوالي 4 كيلو 5 كيلو، مو مشكلة نتحمله. المسلخ الجديد غير مؤهل للحمين، ما بس الا للحمين اثنين، احنا حوالي 20 ملحمي في البلد في المدينة يعني، ما بس هذا مسلخ بده لشركة، واسس لشركة مو اسس للحمين.